ينضم إلينا هاتفيا من بيروت المراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. أحمد، ما هي آخر التطورات عندك جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وكان له أثر على عدة مدن ودول محيطة؟ تحياتي لك في البداية. في الحقيقة هناك حالة من الذعر تسود بين سكان لبنان بشكل عام، وتحديدا في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث المباني شاهقة الارتفاع، وكان الشعور بالزلزال أقوى في هذه المباني المرتفعة. العديد من المواطنين هرعوا إلى الشوارع بحثا عن ملاجئ آمنة، وخصوصا بعد تكرار الهزة الأرضية، حيث شهدت الدولة اللبنانية في تمام الساعة 3:45 تقريبا الهزة الأرضية الأولى، وكانت قوية ربما لم يعتدها سكان لبنان من قبل على مدار العشر سنوات الأخيرة. كان استمرت الهزة قرابة 30 ثانية على الأقل. خرج بعدها عدد من السكان إلى الشوارع، ثم حينما تكررت الهزة الارتدادية فدفع كثير من المواطنين إلى الخروج أكثر إلى الشوارع، خوفا من أن تتفاقم هذه الهزة الأرضية، خصوصا أن لبنان يتعرض في الوقت الحالي بالأساس إلى عاصفة شديدة، وهي العاصفة فرح المستمرة منذ عدة أيام، ولكن ذروتها اليوم. فهناك رياح شديدة تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، هناك هطول مستمر في الأمطار، هناك رعد وبرق. كل هذه العوامل ساعدت في بث الذعر في بين اللبنانيين، وخصوصا مع تداول العدد من الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو المواطنين إلى النزول، وتتضمن هذه الرسائل أيضا إرشادات لكيفية التعامل مع الزلازل. حتى الآن لا توجد إحصائيات محددة بحجم الخسائر، ولكن هناك بعض الصور المتداولة من مناطق متفرقة في لبنان حول تأثر عدد من المنازل إما بشقوق أو بتلف في محتويات المنازل. أيضا المتاجر الكبرى، هناك صور وفيديوهات متداولة لتلف بعض البضائع داخل المتاجر بسبب الزلزال، ولكن حتى الآن لا يوجد إحصاء دقيق أو رسمي بحجم الخسائر سواء المادية أو البشرية، والتي يبدو أنها لم تصل إلى حد الخسائر البشرية حتى الآن، ولكن الذعر مستمر، وخصوصا مع تداول بعض الرسائل التي تؤكد أن هناك ربما توابع من الآن وحتى ساعات الصباح الأولى. فكل هذه العوامل تزيد من حالة القلق والرعب. ربما الكثير من المساجد في العاصمة بيروت فتحت أبوابها مبكرا، وبدأت في تشغيل الآيات القرآنية والأدعية، وتحث المواطنين على الإكثار من الدعاء. ربما نسمع بعض هذه المساجد. فهناك الذعر مستمر، والمخاوف من التوابع خلال الفترة المقبلة مستمرة، ولا أحد يتوقع، وحتى المصادر الرسمية سواء في المصالح الحكومية أو الجهات الرسمية في الدولة لم تعلن عن أي تقديرات أو أي أنباء. فالجميع ينتظر ويتابع بقلق ما يحدث أيضا في تركيا، ولأن المعلومات الأولية تؤكد أن مصدر الزلزال من تركيا، فالجميع يتابع بقلق هذه الأمور حتى الآن. نعم أحمد، إذن ما هي أبرز المناطق التي شعرت وتضررت بزلزال؟ أبرز كامل الأراضي اللبنانية شعرت بالزلزال. نعم. من الشمال إلى الجنوب والشرق والغرب، أيضا جميع المناطق تقريبا، ولكن ربما العاصمة بيروت كانت الأكثر شعورا بالزلزال نظرا لوجود المنازل متعددة الطوابق والارتفاعات الشاهقة، فكان الإحساس بالزلزال في الارتفاعات الشاهقة أكبر من المنازل السطحية أو ذات الدور أو الدورين فيما هو معتاد في كافة أو أغلب المناطق اللبنانية. ربما أيضا المناطق الجبلية كان الإحساس فيها عالي جدا بالزلزال، ولكن لا توجد حتى الآن بلاغات عن خسائر سواء مادية أو في الأرواح حتى الآن. نعم أحمد سنجاب، أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب، كنت معنا من بيروت، أشكرك شكرا جزيلا.